الله يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بدنا نتعلم على فكرة جديدة اللي هي سيدر. إذا بتتذكروا بالفيديوهات الماضية، خصوصا بالفيديو الماضي وقت أخذنا علاقة الميني تو ميني، في فكرة تعذبنا فيها شوي، يلي هي إذا بتتذكروا شو هي، يلي هي تبع الكاتيجوري. وقت كنت عم ضيف كاتيجوري ضمن التابل تبعه، كنت عم ضيفها بشكل يدوي بإيدي، فأنا كل ما أعمل ماي جريت فريش، فشو كان يصير؟ كانت تنحذف كل البيانات الموجودة بالجداول وارجع دخل بيانات من اول جديد، مع انه الكاتيجوري تبعي انا بدي اياها تكون موجودة بشكل افتراضي، فينا نقول للتجربة، او فينا نقول مثلا هاي البيانات بدي اياها بشكل دائم ضمن التطبيق تبعي، يعني بتكون مثبتة بهاد الجدول. ما بدي كل مرة اعمل مايجريت فريش ارجع دخلها من الاول واتعذب فيها. لهيك لارافيل لقيت لي شيء اسمه السيدر. هذا السيدر مهمته بيبعت لي بيانات، انا البيانات انا بحددها شو هي، بيبعت لي اياها على الداتابيز، فينا نعتبرها مثلا هاي البيانات كرمال جرب التطبيق تبعي، ابعت بيانات مثلا ضخمه كثير ضمن التطبيق تبعي وجرب عن طريق السيدر، او ممكن مثل مهمتي حاليا بدي ابعت شويه بيانات اللي هي الكاتيجوري تبعي بدي ثبتهم ضمن هاد الجدول. لهيك قررت انه ناخذ السيدر بهذا اليوم، لانه شفت انه صرنا بنحتاجه كرمال ما نتعذب بالفيديوهات الجايه ونتشتت اكثر. طيب، وهي البروجيكت تبعنا اللي ماشيين فيه اللي هو التاسك مانجر. برأيكم السيدر مو لازم يكون لها مكان ضمن هاي الملفات؟ طيب وين بتتوقعوا مكان السيدر بين هدول الفولدرز؟ السيدر انتو برأيكم بشو متعلقة؟ السيدر مو متعلقة بالداتابيز، الداتابيز لانه هي السيدر بتبعت على الداتابيز، فخلونا نتوقع ونشوف السيدر هل هون موجودة. صحيح، ليك مثل ما شايفين تحت المايجريشنز تماما يلي هي السيدرز. طيب تعالوا نفتح السيدرز شو فيها. لقيتها فيها داتابيز سيدر. طيب شو هو هذا الكلام المكتوب هون؟ حاليا ما رح يهمني. انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل سيدر جديد لإلي، تمام؟ فهذا السيدر لاي جدول تابع او لاي شيء اللي بدي اساويه انا تابع لمين؟ للكاتيجوري. فانا كيف بعمل سيدر جديد؟ مثل ما اتفقنا المفروض لحالكم بتكتبوا بداية هذا الكود اللي هو php اللي هي الكوماند php artisan. انا بدي اعمل شيء جديد، شو اتفقنا بنعمل؟ بنقول له make شو؟ make cedar اللي هو اسم الشيء اللي بدي ساوي. طيب هلا بدي حدد اسم السيدر تبعي. طيب شو اسمه هو؟ بدنا نسميه category. وكرمال التوضيح دائما اتفقنا انه كرمال نوضح، كرمال لما نستخدمه بمكان ثاني، فانا لاحظوا كيف بيعمل مثلا كاتيجوري، فبنكتب بجنبه كاتيجوري، ليش لحتى اخربط بينه وبين الموديل مثلا؟ لا بكتب بجنبه خلاص كاتيجوري سيدر. عرفتوا ليش بالتفصيل انا بحط السيدر بجنبه؟ غير انه كودي كلين كود ومرتب وكله واضح. طيب هلا بنعمل له انتر لهي السيدر. ممتاز، مثل ما انكم شايفين وين نزلت؟ بفولدر السيدرز. هاي الكاتيجوري سيدر في عندي فانكشن اللي هي اسمها رن. بقلب هاي الرن راح اشتغل شغلي. فينا نمسح هذا الكومنت وهدول الكومنتات كمان بنحذفها، ما في اي مشكله. وهي الفانكشن تبعي. طيب خلونا نتناقش شوي. انا البيانات اللي بدي ابعتها على السيدر شو هي؟ انا بدي اقول له شو هن البيانات اللي عندي، بدي ادخل له البيانات تبعي هون. طيب وين بخزن البيانات تبعي كونه اكثر من كاتيجوري؟ شو بخزنهم؟ ضمن array. طيب خلونا نبلش، معناته خلينا نسمي الاري هي categories لانه فيها اكثر من category، وهي عباره عن array راح دخل اكثر من categories. لاحظوا انا شو سويت، دخلت اكثر من category، دخلت category اسمها work personal projects education وغيرها من الكاتيجوري. وطبعا نحن اتفقنا انه التاسك الوحده في الى many category، تمام؟ والكاتيجوري الواحدة بتتبع لأكثر من تاسك، ممكن شيء عادي، يعني التاسك الأولى مثلا ممكن تاخذ work وتاخذ project، فكرمال توضح لحالها إنه هذا عبارة عن project مشروع للعمل، أو ممكن تاخذ project personal. لهيك نفذنا علاقة الميني تو ميني بيناتهم، التاسك بتختار أكثر من كاتيجوري. طيب هاي الكاتيجوري صارت جاهزة عندي، كيف بدي أبعتها لعند جدول الكاتيجوري؟ بسيطة جدا. كيف كنا ندخل بيانات نحن ضمن الجدول اللي هو الجدول تبعي؟ عن طريق شو؟ عن طريق الموديل. طيب شو اسم الموديل تبعي؟ اسمه كاتيجوري.
هي الموديل انا كيف دخل كنت بيانات وقت اعمل ستور لبيانات من مكان ما، كنت متبع طريقة الكرييت. تمام، تتذكروا الكرييت؟ الكرييت هاي ببعت له شو الداتا كنت ابعت له قبل الريكويست وخزن لي اياها ضمن الكاتيجوري. تمام، لكن هلا هدول وين بدي اخزنهم؟ انا بدي اروح على جدول اللي هو الكاتيجوريز. خلوني اراجع شو عندي ضمن الكاتيجوري. هاي الكاتيجوريز انا شو بدخل؟ بس بدخل النيم مو اكتر. فانا بحدد له انه بالكولوم اللي هو النيم، تمام، هاي الكولوم اللي هو النيم شو راح يتخزن بقلب هذا النيم؟ بدي يتخزن كاتيجوري. لكن برايكم هل هذا الشيء صح هيك؟ نحن من خبرتنا البرمجيه اللي من قبل اخذينه انه اكيد ما فيني ابعت الري كامله على مكان مباشره هيك، مو المفروض امشي عليهم وحده وحده وابعتها على الكاتيجوري؟ طيب كيف بمشي عليها؟ فيني اعمل ببساطه فور ايتش، تمام، وانا راح امشي على مين؟ راح امشي على الكاتيجوريز، وبقول عن طريق البي اتش بي بقول از بدي امشي عليها. شو انا هلا المتغير تبعي بدي سميه؟ بدي سميه شو؟ كاتيجوري. هلا هاي الكاتيجوري شو مهمتها؟ بتمشي على الكاتيجوريز وحده وحده، يعني راح تمشي على الكاتيجوريز الاولى اللي هي ورك، صارت الكاتيجوري هي ورك. بعدين مشت على الكاتيجوريز شو تاني شغله اللي هي بيرسونال، صارت الكاتيجوري هي بيرسونال. وهي الكاتيجوري اللي هي عم تمشي وحده وحده راح تنبعت للنيم. تمام، يعني انا عم بمشي على الاري اللي هي كاتيجوريز، عم بمشي عليها وحده وحده عن طريق الكاتيجوري. هاي الكاتيجوري كل شوي بتاخذ قيمه، وعن طريق هاي حلقه الفور بتخزن لي اياها ضمن النيم ضمن الكاتيجوري. طيب نروح نجرب شغلي انا كيف بشغل هذا السيدر تبعي. شو رايكم اول شيء فضي الجداول اللي عندي، اعملهم بي اتش بي ارتيزان مايجريت فريش، كرمال اتاكد انه البيانات كلها فاضيه ضمن الجداول. وهي نشغل اكزامبل اول. تمام، هاي مشي حالها؟ لا، لانه كنت ما كنت مشغل اكزامبل وقت اعمل لهم ماي فريش على الجداول. فهلا بروح عن طريق اكزامبل، شو اسم الداتابيز تبعي؟ تاسك مانجر. ضمن التاسك مانجر هاي التابل اللي هو كاتيجوريز، المفروض كل الجداول الفاضيه كانوا عملت مايجريت فريش. ممتاز. طيب كيف بدي ابعت البيانات اللي انا دخلتها هون عن طريق السيدر؟ ببساطه بحكي له بدكم تحفظوا هاي التعليمه بي اتش بي ارتيزان. ارتيزان شو؟ بحكي له دي بي اللي هي الداتابيز نقطتين سيد. تمام، وبعد هاي السيد بحكي له داش داش لاي سيدر عندي. انا مو لقدام، ممكن يكون عندي اكثر من سيدر هون، قائمه من السيدر، فبدي احدد له اي سيدر اللي بدي ابعت له بيانات عليه. لهيك بحكي له كلاس. الكلاس اللي هو شو اسمه؟ بتكتب اسمه حرفيا مثل ما هو، كاتيجوري سيدر. نعمل انتر سيدنج داتا بيز. نروح نشوف الداتا بيز، نعمل ريفريش. ممتاز، لاحظوا ورك بيرسونال بروجكت، كل البيانات تدخلت معي. حفظتوا شو هو هذا الامر؟ بي اتش بي ارتيزان دي بي سيد داش داش. هون بحدد اسم السيدر اللي انا بدي اختاره، داش داش كلاس كاتيجوري سيدر. طيب في شغله صغيره بدنا نتناقش فيها، بما انه جبنا سيره انه ممكن يكون عندي اكثر من سيدر، فبرايكم هل منطقي انه انا كل ما بدي نفذ سيدر من هالسيدرز اللي عندي، مثلا عندي 10 سيدر، هاي السيدر كلها معبايه بيانات وبدي ابعتها على الداتابيز، برايكم هل منطقي كل شوي روح ابحث امسح كلاس واكتب شو اسم الكلاس الثاني؟ هل هذا الشيء صح؟ صح، لكن رح بيعذبني. لهيك تعلموا معي هاي الشغله اللي بدي اساويها هلا لقدام، لانه رح بصير معكم اكثر من سيدر. رح روح على ضمن السيدرز، شفنا في شيء اسمه داتابيز سيدر. تمام، هاي الداتابيز سيدر كمان فيها الفانكشن اللي هي رن. نمسح الكومنتات شوي. طيب هاي الرن موجود عندي شيء اسمه هون فاكتوري، حاليا ما حنتعلم الفاكتوري بهذا الفيديو، حنمسحه. وعندي كمان هون على اليوزر عامل فاكتوري كرييت، عم يعمل كرييت لنيم وتيست يوزر الايميل، اعطيه الايميل هاد. لكن انا حاليا ما بدي هذا الشغل هون، ما بيهمني، نمسحهم.
بعدين رح نتعلم فكرة الفاكتوري، بينما هلأ بدي دخل على جدول الكاتيجوري مو على جدول اليوزر. لهيك أنا هون شو رح ساوي؟ ضمن الداتابيس سيدر بستدعي كل السيدر اللي عندي، تمام؟ يعني أنا عندي مثلاً make سيدر كاتيجوري مثلاً اسمه يوزر، تمام؟ هي سيدر جديد، هي يوزر سيدر، تمام؟ هذا اليوزر سيدر وعندي كاتيجوري سيدر كلهم فيهم بيانات، لهيك بجمعهم ضمن الداتابيز سيدر عن طريق شو؟ بحكي له this call، بدي استدعي مين السيدرز اللي عندي. انا مين عندي مثلا كاتيجوري، كاتيجوري سيدر ليكو نقطتين كلاس بس، هاي اول سيدر. طيب بدي ادخل تاني سيدر، تاني سيدر اللي هو شو اسمه يوزر سيدر ونقطتين كلاس. بس انا حاليا اصلا اليوزر سيدر ما انه شغال عندي، بالتالي اصلا ما بدي اياه لانه اصلا فاضي، خليني احسبه من هون كرمال يضل التطبيق تبعنا مرتب، تمام؟ ما بيهمني. وهون ضمن الفانكشن اللي هي run ضمن شو؟ ضمن الداتابيس سيدر. كيف بشغلها هلا؟ بشغلها نفس تماما ما كنت اعمل من قبل، بس ما في داعي احدد اسم السيدر طبعا، لانه بينفذ لي هو بيروح على الداتابيس سيدر مباشره عن طريق هذا الامر، وبينفذ لي كل الاستدعاءات تبع السيدرز. عندي سيدر واحد، سيدر اثنين، سيدر ثلاثه، فبينفذهم كلهم واحد واحد بالترتيب. فلاحظوا بعمل لها انتر، نعمل ريفرش، راح يرجعوا يتدخلوا مره ثانيه. هدول خلصوا عند الثمانيه، عند الثمانيه مو عند الثمانيه، تمام، عند السبعه عفوا. فبلشوا بعدين هاي الورك نفسهم تماما. لاحظوا شو حكى لي هون، حكى لي انه هو رننج اللي هو مين، حدد لي انه الكاتيجوري سيدر. بعدين شو حكى لي؟ حكى لي دون، انبعتوا البيانات على الكاتيجوري سيدر. وفي حال كان عندي اكثر من سيدر فهو لحاله بيمشي عليهم كلياتهم وكل شوي بيقول لي رننج وبيقول لي دن. هاي هي فكره السيدر بكل بساطه. انا رح بتلاقوني بالفيديوهات الجايه رح صير بدل ما اكتب بي اتش بي ارتيزان دي بي سيد، رح صير اعمله بشكل مختصر. انا لما اعمل مايجريت فريش مو وقتها بضطر انه ارجع اعمل سيدر كرمال نفذ عمليات السيدر اللي انا عندي اياها، فانا بعمل مثلا بي اتش بي ارتيزان مايجريت فريش. فانا فضيت كل شيء ضمن الذاكره، رجعت بعثت جداول، فراح كل شيء بيانات من عندي، تمام صح. هلا شو برجع بعمل؟ برجع بعمل السيد تبعي كرمال يبعث كل شيء، لكن انا لا، بختصره مباشره ضمن المايجريت فريش اللي هي ليكا، بس بعدها شو بقول له؟ داش داش سيد. هاي انتو كمان تعودوا عليها مثلي، دائما اعملوها داش داش سيد. لاحظوا شو عمل؟ حذف كل شيء جداول، عمل دروب لكل شيء جداول، رجع ضافهم، ما اختلفنا. هي تبع شو؟ تبع المايجريت فريش. قام لاحظوا شو بعدين عمل؟ راح كرمال عمليات السيدر، نفذ الكاتيجوري سيدر رننج دن، يعني نفذ شغلتين بامر واحد، بس قلت له داش داش سيد. ممتاز، هذا الامر انا كثير رح بستخدمه وانتم تعودوا عليه. هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، درس خفيف وبسيط، بشوفكن بالفيديو الجاي.